لمناقشة تصاعد الانتهاكات الصهيونية في فلسطين. معنا من القدس المحتلة عبر سكايب السيد جمال عمر الباحث الاستراتيجي الفلسطيني، مرحبا بك. أيضا نبدأ من اعتداء الصهاينة على الرهبان الأقباط في كنيسة القيامة، في أي سياق تضعه أستاذ جمال؟ نعم أخي الكريم، حياكم الله والمشاهدين الكرام. يأتي ذلك منسجما تماما مع العقلية الصهيونية للمشروع الصهيوني منذ نشأته على أرض فلسطين قبل أكثر من 71 عاما. هذا العقل الذي انبنى على مدرسة تلغي الآخر، وهي مدرسة فاشية عنصرية بامتياز، ولكن بقيت مقنعة بغلاف من الصهيونية، ولم يتنبه العالم أنك أمام نظام تيولوجي ديني بغيض جدا، وأن هذا النظام يلغي كل المواثيق والمعاهدات الدولية وحتى يلغي الشرائع السماوية، فهو لا يحترم لا شرائع سماوية ولا قوانين وضعية. انظر مثلا ماذا قالوا عند تأسيس المشروع، قالوا لو قامت دولة إسرائيل ولا زلت على قيد الحياة لن أبقي فيها أثر لغير اليهود. هذه النظرية التي تكونت وانبنى عليها نظرية أخرى، يعني تقول لا قيمة لإسرائيل بدون أورشليم، يعني يقصدون بذلك القدس، ولا قيمة لأورشليم بدون هار هبايت، يعني جبل الهيكل، يعني المقصود به المسجد الأقصى المبارك. ما الذي يحصل الآن هو ترجمة فعلية لهذه المقولات العنصرية شديدة الخطورة على البشرية جمعاء وليس على فلسطين وحدها. نحن نرى بأم أعيننا أن هذه التفاصيل في المعارك والمواجهات على كل الصعد وفي جميع القطاعات في فلسطين من بحرها لنهرها ما هي إلا ترجمة لهذه النظريات الخطيرة جدا. داعشية اليهود تعود إلى أكثر من 70 عاما مضت، وليس داعشية المسلمين وحدها الموجودة فوق الأرض، إنما هنا تأسست العنصرية والفاشية إلى أبعد الحدود. ونحن نشاهد هذه الأيام اعتداءات على الأحياء وعلى الأموات وعلى المقدسات وعلى غير المقدسات. نعم. عفواً أستاذ جمال، هذا السلوك الصهيوني الاحتلال به لا يستثني أحداً، كما نشاهد من اعتداءاته وسط صمت دولي، وخصوصاً بعد قتل شاب فلسطيني عند اقتحام قوات الاحتلال لبلدة في جنوب جنين. كيف تفسر هذا التصاعد في الاحتلال، تصاعد الاحتلال في هذه المدة تحديدا بجرائمه وانتهاكاته؟ نعم، هذا التغول الذي يمنح الفلسطينيين والعرب والمسلمين والعالم أجمع فرصة ليروا وجه الاحتلال كما هو على حقيقته، لكنه لم يحرك ساكنا على المستوى الرسمي على الأقل حتى هذه اللحظة. نحن نرى أن الاحتلال يقتنس الفرصة على نحو خطير جدا، وهي فرصة الانسداد الأفق والتكلس العقل العربي والفلسطيني الرسمي وأيضا الصمت العالمي والغياب الإسلامي الكلي تماما. هناك غياب إسلامي شامل كامل، وبالتالي الاحتلال يغتنم هذه الفرصة بصورة فظيعة جدا وخسيسة للغاية أكرمكم الله، وبدأ وهبط للميادين وبدأ في الحرب. الآن نحن نخوض حرب مع الاحتلال من شارع لشارع ومن بيت لبيت. الاحتلال يستهدف كل شيء الآن، المسلم والمسيحي والمسجد والكنيسة والدير، ويستهدف الأحياء، يستهدف المقابر للأموات، يستهدف فوق الأرض في سماء الأرض، تلفريك فوق الأرض، مستوطنات لا حصر لها، واستيطان حول القدس، وأيضا يستهدف باطن الأرض. هبطوا إلى الأنفاق تحت الكرامة العربية والإسلامية ونسفوها نسفا يا سيدي. نعم، حتى الصيادون لم ينجون من رصاص الاحتلال، وكذلك الاحتلال فكك مدرسة فلسطينية في الأغوار الشمالية بالضفة ويحاول هدم الخان الأحمر. يعني ما الغاية من هذه الممارسات التي تستهدف البشر والحجر في حد سواء؟ زد على ذلك أخي لا تنسى يعني الهجوم غير المسبوق أيضا على العقارات، ومحاولة يعني الاستيلاء على أكبر عدد منها في سبيل وغاية واضحة جدا إحباط الشعب الفلسطيني، أنه لا نصير لكم، وأنتم قبلتم في المقلب الكبير المعروف عام 1974 ممثل شرعي وحيد، وبالتالي الدول العربية تفككت وتحللت من التزاماتها، وما في تضامن عربي مشترك ولا معاهدة دفاع عربي مشترك ولا دفاع إسلامي ولا ما يحزنون، وأنتم وحدكم ومصيركم بأيدينا. نحن نمتلك القدس، أورشليم أخذناها من دونالد ترامب بعد بلفور كاملة، وبالتالي مسحتم أنتم عن الأرض، والقدس كما قال أزحتها عن الطاولة وسلمتها للشعب اليهودي في العالم. هو لم يعلنها عاصمة لإسرائيل، أعلنها عاصمة to the Jewish nation، يعني كما سماها يعني الشعب اليهودي.
وبالتالي اليهود والإسرائيليون يريدون إحباط الشعب الفلسطيني بعدم رفع رأسه ولا البدء مجددا في مقاومة قد تفجر ربيعا عربيا، هذه المرة بنكهة جديدة، نكهة جديدة مختلفة تماما وكلية استفادة من التجربة السابقة التي انتكست تماما والتي صار فيها ثورة مضادة. الاحتلال يتنبه لذلك، والاحتلال حريص على عدم قدرة الفلسطيني على رفع رأسهم والهبوط للشوارع مرة أخرى، لأنهم لهم ولقضيتهم منزلة خاصة في نفوس الأمة العربية والإسلامية، وعندما يتحركون سوف يحركون الشارع من 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 الخليج إلى المحيط يعني، وعندئذ لا تزال تراهن أستاذ جمال. لا تزال تراهن على هبة شعبية لهذه الأمة التي قلت قبل قليل أنها يعني شبه نائمة ولكنها لن تموت؟ لازلت، وأنا أعتقد نتيجة الدراسة المعمقة جدا في ما مضى في 18 احتلال سابق، وجدت أن الفلسطينيين كانوا دائما رأس الحرب لكنهم ليسوا وحيدين، وما كانوا دائما لوحدهم على الإطلاق، حتى في العهد الصليبي وعهد اليوناني العهد الفارسي عهد جنكيز خان وعهد التتار والمغول الذين جميعهم بالمناسبة حتى نابليون أذلته عكا، يعني جميعهم هزموا على شواطئ فلسطين وفي وسط فلسطين في عين جالوت، وجاءت القوات من مصر والعراق واليمن وسوريا، كل ذلك يعطينا انطباع بأن هذه البلاد مقبرة للظالمين وأنها دائما يساقون إلى هذه البلاد ليلقوا حتفهم، لكن كل مرة كان الفلسطينيون يتحركون تتحرك معهم الأمة بكاملها. نحن نراهن ونحن واثقون من هذا الرهان، ونحن ندرك أن الغضب الكامن في نفوس الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم قد بلغ مستويات غير مسبوقة من هذا الاحتلال الغاشم. الاحتلال يعني مشكلته أنه لا يفهم ولا يتنبه أنه قد سقط عن وجهه القناع، وهو الآن يظهر كدولة أبارتهايد يعني أسوأ من جنوب أفريقيا وأسوأ من ألمانيا النازية. الآن الاحتلال مكشوف يا سيدي، وبالتالي المسألة مسألة وقت فقط أن يهبط الشعب الفلسطيني إلى الشوارع، وسيهبط، وعندئذ تتحرك الشعوب العربية ببطء، ببطء صحيح ببطء، لكن تتعاظم هذه الثورات، وعندئذ على الاحتلال وحده هو أن يتحمل المسؤولية، لأنه هو الذي بدأ المعركة، هو الذي أدار ظهره للمعاهدات، وهو الذي داس على اتفاقية كامب ديفيد ووادي عربة وأيضا على أوسلو سيئة الذكر، وبالتالي وحده يتحمل المسؤولية عن النتائج. أشكرك شكرا جزيلا. من القدس المحتلة عبر سكايب السيد أستاذ جمال عمر الباحث الاستراتيجي الفلسطيني.